الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإسلام، فمن رحاب بيت الله الحرام وفي ليلة مباركة هي ليلة الجمعة، لا يزال هذا المجلس الكريم المبارك يتوالى منعقدا من جنبات البيت الحرام وعلى مقربة من الكعبة المعظمة في هذه الليلة الشريفة المباركة، في مجلس نستكثر فيه من صلاتنا وسلامنا على نبينا وحبيب قلوبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا يوم القيامة محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نصيب بذلك بركة الزمان والمكان معا، ونحن نتلمس في ثنايا الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم كل خير وبركة وأجر وفضل وثواب فيما تقدم ذكره مرارا، ونحن لا نزال نقلب صفحات من هذا السفر المبارك من كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى جلاء الأفهام في فضائل الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. تقدم بنا المجلس السابق أيها الكرام في ثنايا الباب الثالث من الكتاب الذي عقده المصنف رحمه الله لبيان المواضع والمواطن التي تشرع فيها الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وتقدم في المجلسين السابقين، بل في الثلاثة السابقة من هذا الباب تحديدا، ذكر 22 موضعا وموطنا مع أدلتها والآثار الواردة فيها. ونتم في هذا المجلس هذه الليلة إن شاء الله تعالى ما بقي من المواطن التي أبلغها المصنف وعدها إلى 40 موضعا، فيبقى لنا في هذه التتمة 18 موضعا من المواضع التي ساقها المصنف رحمه الله مستعينين بالله. قال رحمه الله: فصل. الموطن 23 من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عند تبليغ العلم إلى الناس، وعند التذكير والقصص وإلقاء الدرس وتعليم العلم في أول ذلك وآخره. يريد رحمه الله أن ما يبدأ به المعلمون والخطباء والمدرسون والآباء ومن يذكر الناس ويعظهم ومن يجلس إلى تعليمهم أن يبتدئ في مجلسه ويختتمه بالصلاة والسلام على نبي الله صلى الله عليه وسلم. وهذا موضع جليل أفاض فيه المصنف رحمه الله بكلام لطيف، ليس في ذلك نص من كتاب ولا سنة يحدد هذا الموضع وهذا الموطن في مواطن الحياة ضمن المواضع التي تشرع فيها الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المقام يقتضي ذلك وعموم الأدلة لذلك شواهد. قال رحمه الله فيما ساقه عن القاضي إسماعيل بن إسحاق رحمه الله تعالى وسنده صحيح، عن جعفر بن برقان قال: كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أما بعد، فإن أناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة، وإن من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين ودعاؤهم للمسلمين عامة ويدعوا ما سوى ذلك. علق الإمام ابن القيم رحمه الله على هذا الأثر بكلام لطيف فقال رحمه الله: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن لأنه موطن لتبليغ العلم الذي جاء به ونشره في أمته وإلقائه إليهم ودعوتهم إلى سنته وطريقته صلى الله عليه وسلم، وهذا من أفضل الأعمال وأعظمها نفعا للعبد في الدنيا والآخرة. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسواء كان المعنى أنا
ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة، أو كان الوقف عند قوله أدعو إلى الله ثم يبتدئ على بصيرة أنا ومن اتبعني، فالقولان متلازمان، إلى أن قال: فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم، وهم خلفاء الرسل في أممهم، والناس تبع لهم، والله سبحانه قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ما أنزل إليه، وضمن له حفظه وعصمته من الناس، وهكذا المبلغون عنه من أمته لهم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم له. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه ولو آية، ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثا، وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم، جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه. وهذا من أنفس كلام ابن القيم رحمه الله في هذا التعليق على مثل هذا الموضع من الأمور المشروعة وبيان فضل أهل العلم. ثم قال: وهم، يعني العلماء، كما قال فيهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه في خطبته التي ذكرها ابن وضاح في كتاب الحوادث والبدع له، قال: الحمد لله الذي امتن على العباد بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون منهم على الأذى، ويحيون بكتاب الله أهل العمى. كم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وضال تائه قد هدوه، بذلوا دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد، فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم، يقتلونهم في سالف الدهر وإلى يومنا هذا، فما نسيهم ربك وما كان ربك نسيا، جعل قصصهم هدى وأخبر عن حسن مقالتهم، فلا تقصر عنهم فإنهم في منزلة رفيعة وإن أصابتهم الوضيعة. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن لله عند كل بدعة كيد بها الإسلام وليا من أوليائه يذب عنها وينطق بعلاماتها، فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا على الله. إلى أن قال رحمه الله: فمتى يدرك العامل هذا الفضل العظيم والحظ الجسيم شيء من عمله، وإنما ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فحقيق بالمبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أقامه الله في هذا المقام أن يفتتح كلامه بحمد الله تعالى والثناء عليه وتمجيده، والاعتراف له بالوحدانية وتعريف حقوقه على العباد، ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمجيده والثناء عليه، وأن يختمه أيضا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم تسليما. الموطن 24 أول النهار وآخره، وساق في هذا حديثا لا يصح فيما أخرج الطبراني بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. وهذا مما لا يصح، وسيأتينا في هذا المجلس يا كرام وهو في آخر هذا الباب من الكتاب جملة من المواضع التي لا يصح فيها دليل، لكن ابن القيم رحمه الله أراد من ذلك الاستقصاء والحصر، وأراد إيراد ما نقله أهل العلم في ذلك، سواء ما ثبت وصح أو لم يثبت فيه شيء، على سبيل الحصر والاستقراء كما ذكرت. الموطن 25 عقب الذنب إذا أراد أن يكفر عنه، وهذا كالذي سبق لا يثبت فيه حديث، وساق أيضا من طريق ابن أبي عاصم من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا علي فإن الصلاة علي كفارة لكم، فمن صلى علي صلى الله عليه عشرا. هذا الحديث وإن لم يصح، ولا يصح غيره أيضا مما أورده في هذا الفصل في هذا الموطن من حديث أبي كاهل قال: يا أبا كاهل، من صلى علي كل يوم 3 مرات وكل ليلة 3 مرات حبا وشوقا إلي كان حقا على الله أن يغفر له ذنوبه تلك الليلة وذلك اليوم،
وأيضا ما ساقه من حديث أبي هريرة: صلوا علي فإن الصلاة علي زكاة لكم. هذه الأحاديث يا كرام وإن لم يصح منها شيء وكلها ضعيفة، بل وبعضها شديد الضعف كحديث أبي كاهل قال الذهبي إسناده مظلم، ولكن ما سبق في مجلس مضى من حديث أبي بن كعب لما قال: يا رسول الله إني أصلي عليك فكم أجعل لك من صلاتي، إلى أن قال: إذن أجعل لك صلاتي كلها. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. فالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها من الأسباب التي يغفر الله تعالى بها للعبد إذا تكاثرت ذنوبه مهما أقبل بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن لم يصح في هذا الموطن حديث كما مر قبل قليل. الموطن 26، قال ابن القيم رحمه الله: عند إلمام الفقر والحاجة أو خوف وقوعه، يعني سواء وقع في فقر وحاجة أو كان يخشى أن يقع به الفقر والحاجة. وأوردها هنا من طريق أبي نعيم رحمه الله بسنده من حديث جابر بن سمرة السوائي عن أبيه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، ما أقرب الأعمال إلى الله؟ قال: صدق الحديث وأداء الأمانة. قلت: يا رسول الله زدنا. قال: صلاة الليل وصوم الهاجر. قلت: يا رسول الله زدنا. قال: كثرة الذكر والصلاة علي تنفي الفقر. قلت: يا رسول الله زدنا. قال: من أم قوما فليخفف فإن فيهم الكبير والعليل والضعيف وذا الحاجة. السند ضعيف أيضا في هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أبو نعيم رحمه الله تعالى، وكنه أيضا ينضم إلى ما سبق في الموطن 25، يشهد له حديث أبي بن كعب في معناه: إذا تكفى همك. وكفاية الهم يشمل الفقر والدين والخوف وما يهم الإنسان في العموم، يتناوله حديث أبي بن كعب والحمد لله. الموطن 27 من مواطن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم: عند خطبة الرجل المرأة في النكاح. وهذا أيضا مما لا يصح فيه حديث، وبسند ضعيف جدا ذكر عن ابن عباس في تفسير إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال: يعني أن الله تعالى يثني على نبيكم ويغفر له، وأمر الملائكة بالاستغفار له، ثم أثنوا عليه في صلاتكم وفي مساجدكم وفي كل موطن وفي خطبة النساء فلا تنسوه. وإن لم يصح لكنه يدخل في عموم الخطبة التي يذكرها المرء في الأمور المشروعة والمهمة، ومنها خطبة النكاح. الموطن 28 من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: عند العطاس. وأخرج هاهنا الطبراني بسنده من حديث ابن عمر أن رجلا عطس إلى جنبه فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر: وأنا أقول السلام على رسول الله، ولكن ليس هكذا أمرنا، أو ليس هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمرنا أن نقول إذا عطسنا: الحمد لله على كل حال. والحديث فيه نكارة وضعف في سنده. وروى الترمذي بسنده أن رجلا عطس إلى جنب ابن عمر فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله. قال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، وليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نقول الحمد لله على كل حال. قال الترمذي: هذا حديث غريب، وهو أيضا منكر، وقد أخرجه البخاري في تاريخه معلقا مختصرا. قال ابن القيم رحمه الله: فذهب إلى هذا جماعة منهم أبو موسى المديني وغيره، ونازعهم في ذلك آخرون، وقالوا: لا تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند العطاس، وإنما هو موضع حمد الله وحده، ولم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم عند العطاس إلا حمد الله تعالى. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كانت من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله، فلكل ذكر موطن يخصه لا يقوم غيره مقامه فيه. ولهذا لا تشرع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الركوع مثلا، ولا في السجود، ولا قيام الاعتدال من الركوع، وتشرع في التشهد الأخير إما مشروعية وجوب أو استحباب كما تقدم في ذلك أول الباب. الموطن 29 بعد الفراغ من الوضوء،
وأورد ابن القيم هنا رحمه الله حديثا منكر السند في طريق أبي الشيخ في كتابه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من طهوره فليقل: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، ثم ليصلي علي، فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الرحمة. قال: هذا حديث مشهور له طرق عن عمر بن الخطاب وعقبة بن عامر وثوبان وأنس، ليس في شيء منها ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في هذه الرواية، يعني الحديث الوارد في الفراغ بعد الوضوء فتحت له أبواب الجنة الثمانية، حديث صحيح أخرجه الإمام مسلم وعدد من أصحاب المسانيد والسنن، لكن الزيادة هنا لم ترد إلا من حديث عمر وفيها ضعف كما تقدم. الموطن 30 عند دخول المنزل. وأورد ابن القيم رحمه الله من طريق الإمام أبي موسى المديني واستند ضعيف من حديث سهل بن سعد قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى الفقر وضيق العيش أو المعاش، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخلت منزلك فسلم إن كان فيه أحد أو لم يكن فيه أحد، ثم سلم علي واقرأ قل هو الله أحد مرة واحدة. ففعل الرجل فأدر الله عليه الرزق حتى أفاض على جيرانه وقراباته، واستند ضعيف كما تقدم. الموطن 31 في كل موطن يجتمع فيه لذكر الله تعالى. وذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله سيارة من الملائكة، يعني نوعا من الملائكة التي تسير وتجوب المواضع بأمر الله سبحانه، إذا مروا بحلق الذكر قال بعضهم لبعض: أقعدوا، فإذا دعا القوم أمنوا على دعائهم، فإذا صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلوا معهم حتى يفرغوا، ثم يقول بعضهم لبعض: طوبى لهؤلاء يرجعون مغفورا لهم. الحديث صحيح بغير هذا اللفظ، لكنه هنا بهذا اللفظ منكر، وأصل الحديث في مسلم أن الملائكة التي تحضر مجالس الذكر وتغشاها فيما تتنزل عليه السكينة والرحمة من الله. الموطن 32 إذا نسي الشيء وأراد ذكره. وأخرج من حديث أبي موسى المديني بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نسيتم شيئا فصلوا علي تذكروه إن شاء الله. لكن الحديث ضعيف السند كما قال الإمام السخاوي في القول البديع. الموطن 33 عند الحاجة تعرض للعبد، إذا عرضت له حاجة. وساقها هنا أيضا حديثا لا يصح وسنده ضعيف كما قال السخاوي، وفيه بعض رواته منكر الحديث، من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي 100 صلاة حين يصلي الصبح قبل أن يتكلم قضى الله له 100 حاجة، عجل له منها 30 حاجة وأخر له 70. وفي المغرب مثل ذلك. قالوا: وكيف الصلاة عليك يا رسول الله؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل عليه، حتى تعد 100 مرة. وربما يسأل سائل: فعلام ذكر هذه المواضع وذكر الأحاديث التي لا تصح سندا مع ذكر ضعفها؟ والجواب أننا إنما نعرض كلام ابن القيم رحمه الله ومضمون ما أورده، وثانيا فإنما يورد مثل هذا والتنبيه عليه لئلا يغتر بعض من لا يقف أو لا يعلم حال الحديث صحة وضعفا، فربما ساقه وظنه باب خير فينشره ويذيعه، فالتنبيه عليه لبيان ما يصح مما لا يصح. والاقتصار دوما على الصحيح الثابت فيه غنية عن الضعيف وما لا يثبت، والتماس الأجر والمثوبة في الأعمال المشروعة إنما يكون بالاقتصار والاقتصاد فيما ثبتت به السنة والمشروعية من طريق يصح في دليل الكتاب والسنة. الموطن 34 عند طنين الأذن. والمراد بطنين الأذن ما يشتكي منه الإنسان أحيانا من صوت في داخل أذنه من صفير وطنين مزعج، فأوردها هنا أيضا موطنا من المواطن، وفيه حديث ذكره ابن القيم رحمه الله فيما أورده أبو موسى المديني وابن أبي عاصم وغيرهم،
والحديث باطل واه، وهو مما يشيع بين العوام وينتشر، إذا طنت أذنك يقال لك صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب ذلك عنك. الحديث لا يصح، ولفظه من حديث أبي رافع عن أخيه عبد الله عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طنت أذن أحدكم فليصلي علي وليقل: ذكر الله بخير من ذكرني. لكنه لا يصح كما أسلفت. الموطن 35 عقيب الصلوات. وساق هنا أيضا من طريق أبي موسى المديني حكاية عن أبي بكر محمد بن عمر قال: كنت عند أبي بكر بن مجاهد فجاء الشبلي فقام إليه، وساق قصة عن أبي بكر بن مجاهد لكنها لا تصح، وهي من الأمور التي لا تثبت فيها حكاية منام، لا يثبت منها شيء يشرع ولا يبنى حكم شرعي لا على المنامات والأحلام والرؤى، إنما تثبت الأمور المشروعة بالأحاديث الثابتة. وعقيب الصلوات إنما شرع لنا ذكر الله باستغفار وتسبيح وتحميد وتكبير وقراءة ما يعلم المسلمون في ذلك من آية الكرسي وسورة الإخلاص والفلق والناس، والاقتصار على ذلك يصيب به المرء ثوابا وأجرا ثبتت به المشروعية في الكتاب والسنة. الموطن 36 عند الذبيحة، عند ذبح الذبائح سواء كانت هديا أو أضاحية أو ذبيحة لحم يذبحها المسلم لبيته. قال ابن القيم رحمه الله: وقد اختلف في هذه المسألة، فاستحبها الشافعي رحمه الله، استحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذبح الذبيحة، ونقل عن الإمام الشافعي من كتاب الأم القول التالي. قال رحمه الله: والتسمية على الذبيحة بسم الله، فإن زاد بعد ذلك شيئا من ذكر الله تعالى فالزيادة خير، ولا أكره مع تسميته على الذبيحة أن يقول صلى الله على رسول الله، بل أحبه له، وأحب له أن يكثر الصلاة عليه كل الحالات، لأن ذكر الله بالصلاة عليه إيمان بالله وعبادة له، يؤجر عليها إن شاء الله تعالى من قالها. وقد ذكر عبد الرحمن بن عوف أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فتقدمه النبي صلى الله عليه وسلم فتبعه، فوجده عبد الرحمن ساجدا فوقف ينتظر فأطال ثم رفع، فقال عبد الرحمن: لقد خشيت أن يكون الله قبض روحك في سجودك. فقال: يا عبد الرحمن، إني لما كنت حيث رأيتني لقيني جبريل فأخبرني عن الله أنه قال: من صلى عليك صليت عليه فسجدت لله شكرا، وقال صلى الله عليه وسلم: من نسي الصلاة علي خطئ به طريق الجنة. وبسط رحمه الله الكلام في هذا. يقول ابن القيم رحمه الله: ونازعه في ذلك آخرون، أي نازع الإمام الشافعي في استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبيحة، منهم أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله فإنهم كرهوا الصلاة عليه في هذا الموطن. ذكره صاحب المحيط وعلله بأن قال: لأن فيه إيهام الإهلال لغير الله تعالى. واختلف أصحاب الإمام أحمد رحمه الله فكرهها القاضي وأصحابه، وذكر الكراهة أبو الخطاب، وقال ابن شاق: لا تستحب كقول الشافعي. واحتج من كرهها بأن قالوا: روى أبو محمد الخلال بإسناده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم موطنان لا حظ لي فيهما عند العطاس والذبح، وقد تقدم أن الحديث لا يثبت. الموطن 37 في الصلاة في غير التشهد، لأنه تقدم بنا يا كرام في أول المواضع في التشهد الأخير وفي ثاني المواضع في التشهد الأول، هنا قال في الصلاة في غير التشهد، إذن أين يكون؟ قال رحمه الله: بل في حال القراءة إذا مر بذكره، يعني إذا قرأ آية مثل محمد رسول الله، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وغير ذلك من المواضع، فهل نصلي عليه صلى الله عليه وسلم ونحن في الصلاة؟ قال رحمه الله: في حال القراءة إذا مر بذكره أو بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ذكره أصحابنا وغيرهم، قالوا: متى مر بذكره في القراءة وقف وصلى عليه. وعن الحسن البصري قال: إذا مر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فليقف وليصلي عليه في التطوع،
يعني لا في الفريضة. والسند صحيح عن الإمام الحسن البصري رحمه الله قال: ونص الإمام أحمد رحمه الله على ذلك فقال: إذا مر المصلي بآية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإن كان في نفل صلى عليه صلى الله عليه وسلم. الموطن 38 أيها الكرام: بدل الصدقة تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: لمن لم يكن له مال فتجزئ الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عن الصدقة للمعسر. وساق هنا حديثا أيضا ضعيف السند وفي متنه نكارة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيما رجل لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فإنها له زكاة. ومع كون الحديث ضعيف السند إلا أنه وإن صح فإن قوله فإنها له زكاة إنما يفهم منها والعلم عند الله أنها طهرة له، لا على أنها زكاة وصدقة تجزئ بدل الصدقة المشروعة وزكاة المال. الموطن 39 قبل الأخير من المواطن عند النوم. وأورد ابن القيم رحمه الله تعالى هنا حديثا ضعيفا جدا فيما أخرج أبو الشيخ في كتابه. قال أبو قرصافة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أوى إلى فراشه ثم قرأ تبارك الذي بيده الملك، ثم قال: اللهم رب الحل والحرم، ورب البلد الحرام، ورب الركن والمقام، ورب المشعر الحرام، بحق كل آية أنزلتها في شهر رمضان، بلغ روح محمد صلى الله عليه وسلم مني تحية وسلاما 4 مرات، وكل الله تعالى بها الملكين حتى يأتي محمدا صلى الله عليه وسلم فيقولان له: يا محمد، إن فلان ابن فلان يقرأ عليك السلام ورحمة الله، فيقول: وعلى فلان مني السلام ورحمة الله وبركاته. والحديث ضعيف. قال ابن القيم: وعلة الحديث أنه معروف من قول أبي جعفر الباقر، وهذا أشبه والله أعلم، يعني ليس حديثا مرفوعا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم. الموطن 40 عند كل كلام خير ذي بال، فيبتدئ بحمد الله والثناء عليه، ثم بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر كلامه بعد ذلك. قال: أما ابتداؤه بالحمد فلما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجذم. قال: وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فلحديث أبي هريرة: كل كلام لا يذكر الله فيه فيبدأ به وبالصلاة عليه فهو أقطع ممحوق من كل بركة، والحديث باطل كما نبه المحقق على الكتاب. الموطن الأخير في هذا الباب: أثناء تكبيرات صلاة العيد، ولأننا مقبلون على صلاة عيد، فهذا من المواضع التي قال فيها ابن القيم: يستحب أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين من تكبيرات العيد، في الركعة الأولى في 7 تكبيرات وفي 5 في الركعة الثانية. أوردها هنا من طريق الإمام إسماعيل بن إسحاق في كتابه بسنده من حديث علقمة أن ابن مسعود وأبا موسى وحذيفة رضي الله عنهم جميعا خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوما فقال لهم: إن هذا العيد قد دنا، فكيف التكبير فيه؟ قال عبد الله: تبدأ فتكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تقرأ، ثم تكبر وتركع، ثم تقوم وتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم محمد، ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تكبر وتفعل مثل ذلك، ثم تركع. قال حذيفة وأبو موسى: صدق أبو عبد الرحمن. يقول ابن القيم: وفي هذا الحديث الموالاة بين القراءتين، وهو مذهب أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد، وفيه تكبيرات العيد الزوائد 3 وهو مذهب أبي حنيفة، وفيه حمد الله والصلاة على رسوله بين التكبيرات،
وهو مذهب الشافعي وأحمد، فأخذ أبو حنيفة به في عدد التكبيرات والموالاة بين القراءتين، وأخذ به أحمد والشافعي في استحباب الذكر بين التكبيرات، وأبو حنيفة ومالك يستحبان سرد التكبيرات من غير ذكر بينهما، ومالك لم يأخذ به في هذا ولا في هذا، والله سبحانه وتعالى أعلم. بهذا تم كلام المصنف الإمام ابن القيم رحمه الله على هذا الباب الثالث من الكتاب، الذي هو مخصص لذكر المواطن والمواضع التي تشرع فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كما تقدمت منذ 3 مجالس، وهذا رابعها، أنها 41 موضعا. هذا من الأبواب التي تهمنا معشر المسلمين والمسلمات للدلالة على مواضع الصلاة على ربينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. ويبقى في هذا الكتاب الباب الرابع الذي سنعقد له المجالس المقبلة، وهو أيضا من الأبواب المهمة لنا جميعا، وفيه الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن الليلة المباركة ليلة الجمعة جديرة حقيقة بأن نغتنم من خيراتها وبركاتها بالإكثار من الصلاة والسلام على حبيب القلوب وأنسها وبهجة الأرواح وسعدها نبي الهدى والرحمة وسيد البشرية وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين وشفيعنا في المحشر يوم الدين نبينا صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا بالصلاة والسلام عليه، فلن يزداد المسلم بذلك والله إلا خيرا، ولن يجد في حياته إلا كل بركة وأجر ومثوبة ورحمة من رب الأرض والسماء. اغتنموا ليلتكم هذه ويوم جمعتكم غدا بكثرة الصلاة والسلام عليه، فحري بنا أن نعيش سعداء وأن نحيا على سنته وأن نموت على سنته، عسى الله أن يحشرنا جميعا في زمرته. بارك الله لي ولكم في هذه الأيام العشر المباركات من ذي الحجة، وجعلنا فيها وإياكم من الفائزين السابقين الموعودين بالأجر الكريم، الحائزين على فضائل هذه العشر، المغتنمين لبركاتها. رزقني الله وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.